السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير ومساء النور ومساء الورد. اليوم يا إخوان الكرام حاب أدردش شوي عن العيشة بالسويد، يعني راح نحكي عن وجهات نظر، يا ريت الكل يشارك من القدماء من الجدد عن الحياة في السويد، وكل واحد يكتب لنا مدينته. أنا بحاول إنه يعني توصل هاي الفكرة للجميع من داخل السويد، داخل أوروبا، خارج أوروبا، لأنه في ناس بتفكر تسافر، في ناس جاي جديدة وقاعد بتسمع آراء بعض الناس القدامى وصاروا خايفين إنه ييجوا ولا ما ييجوا أو يستنوا أو يضلهم بالسويد. اليوم رح نحكي عن الحياة في السويد. ما رأيك في الحياة في السويد؟ الحياة في السويد، يا ريت تكتب لنا كم صار لك بالسويد عشان نعرف وجهة نظرك، وهي عبارة عن وجهات نظر. يعني ممكن واحد يحكي الحياة في السويد أنا بالنسبة لي جنة، أنا مبسوط، أنا مرتاح، أنا أخذت الإقامة، أنا أخذت الجنسية. ممكن نسمع شخص آخر يحكي لا والله أنا تورطت وانرفضت وأخذوا أطفالي. فرح نسمع وجهات نظر كثيرة مختلفة ومتنوعة. ناس بتحكي لك صار معي اكتئاب، وناس بتقول لك أنا اتجوزت وبنيت أسرة. الحياة في السويد، العيشة في السويد. ناس بتقول لك اشتريت سيارة ووفرت مصاري، وناس بتقول لك اتداينت. يعني هي عبارة عن وجهات نظر، وكل واحد فينا ساكن في مدينة مختلفة عن الآخر. واحد كبير بالعمر، واحد صغير بالعمر، واحد انولد في السويد بيختلف عن واحد اجى على السويد وعمره 50 سنة أو 60 سنة. فأنا انتظر مشاركاتك، ولعل وعسى هاي المشاركات بس تكون حقيقية واقعية. يا ريت المشاركات هاي تكون صادقة، يعني تعبر عن رأيك بصدق بشكل واضح، تحكي من خلال قصة حياتك. ممكن انت كشخص كنت مقصر من وقت ما اجيت على البلد، لا رحت درست وتعلمت لغة، قصتك كانت للأسف قصة مو صحيحة، عشان هيك ممكن انت رفضت، او انه انت ألفت اشي، او انت ما دورت على شغل، ما تعبت على نفسك، صار معك مشاكل مع زوجتك، مع أطفالك، مع المجتمع. فكل واحد فينا تختلف وجهات نظره، تختلف قصة حياته. فياريت الجميع توصلوا هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن، لأنه بسمع فيديوهات كثيرة من إخوان العرب اللي عايشين في أوروبا وعايشين في أمريكا وأستراليا. بتابع كل واحد بحكي الموضوع بصورة مختلفة. في ناس بتقول لك لا تجوش على هاي البلاد، وهاي البلاد بتخسروا فيها أولادكو، بتخسروا فيها أنفسكو، بتخسروا فيها دينكو. في ناس بقول لك لا تعال. فاللي بقول لك تعال، يا ريت تحكي لنا ليش تعال، وعلى أي أساس آجي، وهل تنطبق تعال على عمري، على جنسيتي؟ يعني ممكن في 2014 إخواننا السوريين بس إجوا زبطت معهم، أخذوا إقامات، والأفغان بس إجوا أخذوا إقامات دائمة. إخواننا كمان السوريين اللي إجوا بعد 2014 انرفضوا، في منهم وفي منهم أخذوا إقامات مؤقتة. يعني حتى نفس الجنسية في سنوات مختلفة الوضع بالنسبة لهم مختلف. فإحنا ما نرد على الشائعات، ما نرد على الشائعات المنتشرة. في ناس متورطين بقصص أطفالهم وعايشين الخوف وعايشين الرعب، وفي ناس عايش بتركيا بتقول لك طلعوني على السويد، على ألمانيا، بس خلصوني من تركيا. فكل واحد شايف الموضوع حسب هو وين عايش. اللي عايش بلبنان شايف مآسي لبنان وقصة لبنان والخبز، بس يجي على أوروبا بالبداية ممكن يكون راضي، بعدين تتغير المفاهيم مع مرور السنوات. طبعا أكيد كل شخص له رؤيته، وممكن الكلام اللي بحكيه فعلا هو حقيقي بالنسبة له، لكن أكيد في كلام رح يوصل للعقول الواعية. إحنا منخاطب العقول الواعية.
العيشة، يا ريت الجميع يشارك. الحياة ما رأيك؟ يعني لو أخوك بقول لك بدي أجي على السويد، تنصحه ولا ما بتنصحه؟ بتشجعه يجي ولا ما بتشجعه؟ يا ريت الجميع يشاركوا. اكتب لنا من وين انت تتابع. اهلا وسهلا. في ناس عايشين حياه، بقول لك احنا عايشين حياه عزله، اكتئاب، برد، ظلام، ما في علاقات، ما في تواصل، ما في شغل. فهي وجهات نظر مختلفه حسب الواحد وين عايش. واحد عايش في اقصى الشمال، واحد عايش في اقصى الجنوب، واحد جاي عند دار عمه. زمان كان الوضع مختلف. يعني أنا مثلا على مدار السنوات كل سنة عندي وجهة نظر، ممكن كل شهر. يعني زمان كانت حتى العملة السويدية تفرق معنا كتير. أول ما جينا على السويد كان $1,000 $6,200-6,300 كرون، كان يكفونا وزيادة، كنا نأخذ راتب. يعني أول ما قدمنا لجوء في السويد كان العائلة تأخذ 6,200 كرون، كان يكفونا ونوفر. هلأ الواحد فينا بأخذ راتب أكثر من 20,000 وبستوكهولم ويبطلوا يكفوا. فالحياة صار في تضخم، صار في غلاء. يعني اللي مفكر في التوفير وعقله مركز على المال، ممكن الوضع بالنسبة له، يعني ممكن أوروبا أو السويد حسب شغلك، إذا أنت طبيب شيء يعني وضع مختلف. بس أنا شايف نوعا ما أوروبا التوفير فيها أمر صعب، صعب جدا، ويختلف الوضع. يعني دائما أنا بحكي يختلف الوضع، يختلف من شخص إلى آخر. فاللي نفكر إن أوروبا هي يعني زي الخليج العربي بالمال، يعني ممكن إذا كنت أنت مستثمر إشي تاني، أو إذا كنت طبيب، محامي، مهندس، ممكن حسب وظيفتك. بس هاي الأشياء ما بتيجي بسهولة، بدك تتعلم لغة، وبدك تعادل شهادات، وبدك تتعب على نفسك، وبدك إقامة، وبدك أوراق، وبدك قصص، وبدك صبر. أوروبا بدها صبر، وبدك تربية الأولاد وقصة الأطفال. فرجول على هالطيور. أنا أنتظر مشاركاتكم إخوان كرام، حاب أسمع وجهات نظر. هاي البطاط، شو رأيكم بالبطاط؟ بدك طبيعة، فيه طبيعة موجودة من حتى من عند تركيا ولكل أوروبا. يعني إذا أنت مفكر بالطبيعة، الطبيعة موجودة. مفكر في الجنسيات، كل بلد لها نظام مختلف. يعني قاعد بتغير موضوع الجنسيات والإقامات والصعوبات والأوراق والقصص، هاي تغيرت عن زمان. إحنا في منطقة فورباري في ستوكهولم، فورباري ستوكهولم. يا ريت الكل يشاركوا، اكتبوا لنا كم سنة صار لكم بالسويد، وشو رأيك لو أخوك بده يجي على السويد؟ أخوك عايش بالخليج، عايش بتركيا، عايش بأي، شو بتنصحه؟ شو بتحكي له؟ لو أقول لك احكي لي عن الحياة بالسويد، شو بتحكي له؟ طبعا أكيد كل واحد حسب وضعه. يعني لو أخوي أنا مستثمر وبقول لي بدي اجي على السويد، بقول له لا يا عمي لا تيجي. بس لو اكون اخوي وضعه المادي زفت وماكل هوا، وممكن اخوي شاطر في تربيه الاولاد هو وزوجته متفاهمين، ممكن اقول له تعال اذا انت بتدبر حالك. بس طبعا المشكله بالاقامات، المشكله انه حاليا الحصول على اقامه في السويد تغير عن الوضع عن زمان. هلا الحصول على اقامه صعب جدا ومتعب. الحصول على الإقامة هلا صار يا إخوان الكرام صعب جدا، وإقامة مؤقتة وليست دائمة. يعني بدك تضلك عايش على أعصابك وإنت تفكر، هذا إذا حصلت على الإقامة. ممكن تنتظر سنة، ممكن تنتظر سنتين إنت وزوجتك وأطفالك، وتعيش في كامبات وتعيش في مناطق بعيدة. يعني مش كل الناس اللي بتيجي على السويد، مش كل الناس اللي بتيجي على السويد تيجي على ستوكهولم. في ناس عايشة بأقصى الشمال. في قصص الأطفال، سمعتوا قصة أخونا دياب وغيره وغيره، الناس اللي قاعدة في أقصى الشمال وفي قرى. فهاي المشكلة، بداية الحياة في الغرب صعبة مو سهلة.
إذا كان يفكر في أسرته وآخرته فأقول له عنصرية الأتراك ولا ضياع الدين والآخرة، أما إذا أراد الدنيا فمرحبا. حلو، جواب حلو. أهلا وسهلا بالجميع، يا ريت الكل يشارك. وكم صار لك بالسويد حبيبي أبو العبيد؟ الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. جولة المساء حابين هيك نتمشى ونحكي وندردش، خلينا بعد شوي عن الهواء. الهواء هوايا، والله هذا الموضوع مهم جدا. في ناس كتير بتتابع من السعودية، من قطر، من البحرين. في ناس بتترك شغلها تأخذ 2000 دولار، 3000 دولار، عايشة بقطر، عايشة بالبحرين، عايشة بالسعودية. يعني أنا هدول الأشخاص يعني بشوف مرات بضيعوا فرصة العمر. يعني بشوف ناس هون ندمانة إنها تركت الخليج العربي بعد ما إجا هون عمره 50 سنة. أنا تواصلت معي أحد الأخوات، زوجها كان مدير في الكويت، قاعد كم من سنة بسويد بدون عمل، فقالت لي رائد يا ريت لو تدبره حتى في النظافة. يعني واحد كان مدير في الكويت أكيد كان يأخذ له أقل شيء 3000-4000 دولار، إجا على السويد على أساس إنه عمره يمكن 50، مش عارف كم عمره، يعني عمره 50 فوق 50، إذا ما كان معه لغة إنجليزية أو لغة سويدية أو شاطر، أو يعني عنده نشاط اجتماعي، عنده علاقات اجتماعية، عنده شهادات عالمية، ممكن كمبيوتر بشغلات، إنه يلاقي فرصة عمل صعبة جدا، مو سهل. هذول الناس اللي بيجوا عمرهم كبير، يعني أنت تدخل في تحدي كبير. سنة وأصبحت حياتنا تتسم بالرتابة والروتين الممل، كل 12 الامتيازات هنا صارت تبدو عادية. نعم، نوعا ما الحياة تغيرت، كل سنة الحياة تتغير، العملة قاعدة بتنزل، في أشياء كثيرة تغيرت في الحياة، من شغلات للأسف ازدادت ظاهرة السوسيال والأطفال، صار في هجرة عكسية، صح ولا لا؟ كل شوي كل يوم نسمع فيديوهات ومنشوف موضوع السوسيال والأطفال، والعائلات صارت تخاف، وكثير من العائلات صارت تفضل بالذات اللي حصلوا على الجنسية يتركوا السويد ويروحوا على بلد آخر. فصار في نوعا ما خوف وعدم استقرار، خوف على الأطفال بالذات العائلة اللي عندها أطفال. مساء الخير ومساء النور ومساء الورد على الجميع. يا ريت الكل يشارك عن الحياة في الغرب. طبعا كل واحد بيحكي، أنا بعرف هاي وجهة نظرك أنا أحترمها مهما كان. يعني ممكن أنت حياتك وردية يا أخي، بتقوم الصبح عندك هالبلكون الحلوة وبتحط هالفيروز ولا بتحط بصر إيش، وبتعمل لك أغنية حلوة وبتعمل لك قعدة حلوة وفنجان قهوة، وركبني المرقيحة وبتقعد على المرقيحة ومبسوط، ما عندك أولاد وماخذ راتب تقاعدي، أو بتشتغل أونلاين. سويد بلد هادي، ما في إزعاج كتير، وخصوصا إذا كنت عايش بقرية ممكن ما حدا بيجي فيك ولا بتيجي بحدا. فهي ترجع لوضع الواحد، وضع الواحد، هل عنده إقامة، ما عندهش إقامة، وين ساكن، كم عمرك، شو دارس، خدت يعني عندك جيران، ما عندك جيران، إلى آخره. في عوامل كتير بتلعب بنوعية الحياة في السويد. أنا بكندا وعندنا نفس الوضع، والله أكثر العرب في الغرب بيعانوا من نفس الشيء. يعني قبل شوي بتفرج على كمان على شاب في ألمانيا بحكي نفس القصة. يعني الناس تنبهر بس تشوف واحد راكب سيارة، بفكروا إنه السيارة في أوروبا إشي كبير كتير، يعني سيارة بتشريها ب10,000-5,000 كرون. فبشوفوا واحد عربي إجا على أوروبا أو على السويد اشترى سيارة بصير يقول لك غني، فكروه غني. يعني مش عارفين إنه في ألمانيا ولا في بعض الدول الأوروبية في سيارات ب400 يورو، 500 يورو، في كندا وفي أمريكا نفس القصة. الحياة صارت غالية جدا، الأحزاب السياسية أصبحت متكالبة ولا إيش على المسلمين في سبيل. صح، كلامك صحيح، أنا مع هذا الكلام، لأنه للأسف صارت بناتهم كل واحد بده يعني يكسب على أكتاف المهاجرين. مرة بدهمش، مرة قضية الشرف، ومرة كل شوي كل فترة بطلع لنا قانون شكل، بطلع لنا موضوع شكل، والمدارس الإسلامية والأطفال والسوسيال وأشياء كثيرة. بدنا حجز طيران من عندك. والله أنا
اذا بس شغلت حجز طيران لشخص. احنا عندنا مكتب جنب، مش طبعا مش عندي، جارنا وصديقي من الاردن في مكتب اونو للسياحه والسفر. اذا بدك تواصل معي عن طريق الانستغرام بعطيك رقمه واحكي له انا من طرف رائد وهو بحجز لك. انا يعني بنظم اذا في رحله لجماعه مجموعه اما لشخص واحد لوحده الموضوع بكركبني هيك، بصير هذا بده هداك بده هذا بده، بضيع لي نص نهاري، وبالاخير اكثرهم تلغي رحلاتهم او برغوا حجزاتهم. فانا بديش ادخل في الميمعه هاي. انا بحاول اني اعلمكم من خلال الفيديوهات اللي عندي، وهذا باختصار. او اذا في رحلات جروب دائما بعلن انه رايح رحله كذا كذا، اللي حاب يشارك ويسجل فيها اهلا وسهلا. المشكله حتى لو رجعت على بلد عربي ما راح ترتاح، ومرجحنا يا دنيا، والله كلام سليم، بالذات اللي عاش فتره طويله في اوروبا وتعود على النظام صار عنده مشكله انه يرجع. طب والحل؟ الحل بده الواحد كمان فينا يا اخوان الكرام يتعلم، بالذات اللي عندهم اطفال لازم لازم يتعلم مهارات تربيه الاطفال. الموضوع مو سهل، يعني في كلمات حتى ابنك ممكن اذا غلطت وهذا ابنك تعلم هاي الكلمات او حكاها ممكن تتورطوا، والله ابوي بقتلني، والله بصير تتهدد او تستخدم معه بعض العبارات بالغلط. احنا تعودنا يمكن للاسف ابونا امنا كانوا يستخدموا معنا بعض العبارات، بموتك من الضرب، يعني هاي الكلمه ممكن لما يترجمها بالسويدي كارثه، صح ولا لا؟ الدنيا ما فيها راحه، يعني هو في راحه، يعني في استراحه، استراحه المساء اكيد، في ايام سعيده وفي ايام تعيسه، هي طبع الدنيا. يعني انه نفكر الواحد فينا والله كل الايام ورديه، هذا شيء مستحيل. الدنيا مش اسمها الدنيا، مش نهاية يعني هي فترة ومعدي. بس كمان الولد على مدار الأجيال بضيع هويته، والله صعب. أقولكم تربية الأولاد من أكبر التحديات في الغرب. يعني اكتبوا لنا شو أكبر التحديات اللي واجهتكم في أوروبا، العمل، الإقامة، العلاقات، الاندماج، شو أكبر التحديات اللي واجهتكم في أوروبا؟ يا ريت تكتبون، عشان في ناس والله بتتابع من الدول العربية، من مصر، من دول الخليج، من الأردن، من فلسطين، بتفرجوا على أصدقاء لهم اللي شاري سيارة، اللي بتصور جنب بيته، يعني بأخذوا فكرة أنه يا هيو صار له 5 سنين وصار عنده فيلا. مش عارفين أنه أكثر العالم اللي عايش في الغرب عايش على القروض، صح ولا لا؟ يعني معقول واحد يجي هسه على السويد خلال 3-4 سنين أو 5 سنين يكون عنده بيت زي هاد حقه 5 مليون أو 4 مليون بستوكهولم؟ طب لو قلنا باخذ راتب 50,000، طب بدوش ياكل ويشرب وعنده اولاد؟ لو فرضنا انه عنده مره واولاد، طب ما بده يصرف 30,000 أو 40,000 حتى لو كان ياخذ 50,000 بالشهر، صح ولا لا؟ هل نحكيها هيك فيس تو فيس؟ مساء الخير، مساء النور، مساء الورد. اخواننا العرب اللي برات السويد قاعدين بتابعونا على الدعسه، زي ما بحكي احنا بنحكي على الدعسه. فبشوفوا لك شاب عربي اجالك على السويد صار له 3-4 سنين صار عنده بيت زي هيك او صار عنده بيت زي هيك، هذا البيت حقه 4 مليون أو 5 مليون، هو بصير يقول لك شوف رائد، شوف حسين، شوف فلان من غزه، شوف فلان من القاهره، هي بالسويد ما صار له 4-5 سنين صار عنده بيت بستوكهولم، صار عنده سياره، وطلع على تركيا، وطلع راعي النمسا. تمام، انت بتحكي عن واحد ممكن بين مليون، وكمان هذا الواحد او بين 100,000، هذا الواحد اللي بين مليون او بين 100,000 ما بتعرف انت مصاري، ممكن دين، ممكن قرض، يا اخي ممكن دخل بالتجارة. اما واحد تحكي لي في اوروبا زي حالتنا بيشتغل، خلينا نقول طبيب، اقول لك خلينا نقول طيار، خلينا نقول هذا الشخص اجى على السويد واشتغل طيار من وقت ما وصل، قول الطيار باخذ 70,000 80,000، بده يدفع ضريبة بيجي 30,000، راح اصفي له 40,000. تمام، ال40,000 هلا مع نزول العملة صاروا يلا يطلعوا 4,000 دولار. هذا البيت اللي هون، البيت اللي هون حقه 4 مليون او 5 مليون، هاي البيوت
اقل شيء حقه 4 مليون او 5 مليون. تمام، 4 مليون يعني ال 40 الف بده يوفر منهم، خلينا نقول يصرف 20 الف. هذا طيار متواضع على السريع، باكل سندويشات على الناشف 20 الف. لو بدي اشتري بيت ب 4 مليون 5 مليون بده بالراحة أقل شيء 10 سنين، شو 10؟ بده 20 سنة. فالعالم أكثرها في الغرب للأسف يعني نسبة كبيرة منها عايشة على القروض. اللي شاري سيارة بالقرض، اللي متجوز بالقرض، أوبل مش قادر أشتري فوكس فاجن. طبعاً إحنا ما حكيناش عن مصاريف الحياة الأخرى من تلفون وكهرباء ومواصلات ولبس وأكل وشرب والدواوين، هاي كلياتها ما حكينا بالتفاصيل. فالأشخاص اللي عايشين خارج بينبهروا، واحد عايش في قطر يقول لك يا أخي قطر حر موت، أو دبي رطوبة. هو كل واحد بفكر بالحالة اللي هو عايش فيها. فاللي عايش بالأردن بفكر بالوضع حسب الأردن وحسب الدينار الأردني، واللي عايش بالجزائر بفكر بالوضع حسب الأردن وحسب الدينار الأردني، واللي عايش بالجزائر في مش عارف الدينار الجزائري، واللي عايش بالمغرب، كل واحد فينا بفكر من منطلق المنطقة اللي عايش فيها. جماعة تركيا بقول لك أنا بقدح من الصبح لليل على 300 يورو، والأتراك مكشرين في وجهنا زي هيك ومبوزين مشان الله تحكوا ليش أوروبا ما تجيش. فكل واحد فينا سبحان الله بتطلع على الغرب، خلص منسى موضوع تربية الأولاد، وبنسى قصة دياب، وبنسى قصة حرق القرآن، وبنسى قصة انه فيش تواصل اجتماعي وبدك تعيش في عزلة اجتماعية وشغلات هيك. خلص هو بشوف لك غابات، بشوف لك طبيعة، بشوف لك شغلات زي هيك، بقول لك لا يا عمي انتو مبسوطين، انتو ما بدكو حدا يجي عندكو، لكنه السويد الي. خلنا نقرأ شوي من التعليقات. فهو بشعر بشعرك وانت بتحكي زي كأنه السويد الك او امريكا الك او كندا الك. يا أولاد الحلال والله السويد بتوسع 100 مليون و 200 مليون، بس النظام قاعد احنا الموجودين كلياتنا نيجي مليون، ما عرفش قد ايه مليون تقريبا، سياره بتروح بتيجي، معلش سامحونا. الاكبر التحيات في الذوبان بيت الاولاد. خلنا نعكس لكم الكاميرا نفرجيكم شوي المي، ننتظر التعليقات، شاركونا بالتعليقات. ننتظر المزيد من التعليقات. لو أخوك بده يجي، حدا من عيلتك بده يجي على السويد، تقول له يجي ولا ما يجي؟ يا الله يا كريم، يا الله يا رب العالمين. يعني العايشين بشمال السويد أكيد طريقة تفكيرهم غير العايشين في جنوب السويد. يعني هناك عندك مشكلة العتمة والظلام في فصل الشتاء، وعندك الثلوج والأمطار وقلة عدد السكان. يعني ممكن في بعض القرى، أنا سكنت في قرية مش كمان بشمال السويد، يعني بعيدة عن ستوكهولم 220 كيلو، كل اللي كانوا فيها والله ناسي 1500 أو 2500، وتقدروا تقولوا 70 إلى 80% من الموجودين ختائرة. يعني أول سنة بدك تحط ببالك اللي عايش بالغرب إنه هي من أكبر التحديات، إذا أنت كمان جاي لا عندك قرايب ولا عندك معارف ويحطوك في قرية وعندك اللغة كمان مختلفة، اللغة السويدية مختلفة عن لغات العالم. أوكي بحكوا إنجليزي كويس، هاي ميزة، بس إنه أول سنة أو أول سنتين ما بتعرف، ممكن تظلك عايش في قرية. يا الله يا كريم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن شيء والله عجز الكلام عن الحياة. في مزرعة هون بتجنن فيها توت بري. إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كلام جميل، صدق الله العظيم. طب شو الحلول للأشخاص اللي بدهم شي يجي؟ يعني على سبيل المثال انت شايف انه الوضع صعب في أوروبا وصعب في تربية الأولاد، وشخص يعني بقول لك طب اعطيني الحل،
انت ما بتنصحني اجي على السويد او على المانيا او على هولندا. ما هون المشكله يا اخوان الكرام، انه ممكن الشخص نفسه يعني يكون غير متعلم، او حتى يمكن يكون متعلم بس ظروف الحياه عنده هناك صعبه، بس ضروري يجي على اوروبا، يعني ما في حلول اخرى. يعني ممكن اذا هو عايش في الاردن او في سوريا او كذا، ممكن يدور على فرصه عمل في قطر، في البحرين، في الكويت، او يطور من حاله، او يعمل له موقع في الانترنت اذا هو عنده مهارات ويقدر يسوق كورسات. يعني شو الحلول اللي بتشوفوها للاشخاص اللي عاجزين عن الوصول الى اوروبا؟ هل انه يعني كل واحد فينا اذا فشل او واجهته حرب في الوطن العربي انه يسافر على اوروبا؟ هل اوروبا هي الحل المناسب لكل شخص في وطننا العربي اللي بيعاني من حروب؟ طب واحد يا اخي بلده حرب، وهو طول النهار متحارب هو ومرته واولاده، طب ماذا اذا جاء على اوروبا؟ راح يخسر كل شيء. اللي ما بنصح الناس يجي على اوروبا، لعد انت ايش عندك باوروبا؟ ما هو هذه يعني انت العباره اللي كتبتها ممكن الشخص نفسه مر بالظروف. يعني هسه انا على سبيل المثال مريت بتجربه، اشتريت سياره، نوع سياره تمام، انا قبل انا متشوق لهاي النوع، انا حابب اني اكون عندي مرسيدس تمام. انا ممكن سمعت بعض الكلمات عن سياره المرسيدس، بس لما جربتها لقيت البريكات مش كويسه، لقيت الستيرنج فيه مشكله، لقيت شغلات. فانا باجي بقول لك يا اخي الكريم، انا جربت، انا واجهت مشاكل مثلا مع زوجتي، واجهت مشاكل مع اولادي. انا مثلا واحد يقول لك انا اخذ اولادي بدون ما اعمل شيء، على سبيل المثال انا خسرت ديني، بطلت اصلي، انا ما لقيت الشغل، انا عمري 40، عمري 50، عمري 60. فالشخص لما يجي ينصحك اكيد اللي بكون صادق ببين من كلامه وحسب تجربته، ومو ضروري انت تاخذ فيها، حر انت، هذا شيء بيرجع لك. هسه انا لو تيجي تقول لي اشتري سياره مرسيدس ولا بي ام، والله انا ممكن على الشكل الخارجي يعجبني البي ام اكثر من المرسيدس، بس ممكن انت تروح تشتري مرسيدس، انت حر، هاي حياتك. اقول لك والله تحضر فيلم اكشن ولا رومانسي، تقول لي والله انا بحب الرومانسي، يا اخي حر، روح احضر رومانسي، بس انا بحب الاكشن. ف واحد بحب يحضر فرنسي، واحد بحب يحضر الماني، واحد بحب يحضر كاراتيه، فهاي بترجع لك. يعني النصيحه مش اجبار وليست الزام. احنا للاسف بعض العرب بس يجي تحكي له نصيحه بشعر زي كانك ملزم والزام، بشعر زي كانك ماخذه على المشنقه، يا اخي انت حر. هاي وجهات نظر، احنا بنحكي وجهات نظر، احسن تيجي وتتورط زي بعض الناس اللي اخذوا اولادها وخسروا عيلتهم، خسروا زوجاتهم وتطلقوا، غير اللي ما اخذوش اولادهم. في ناس خسروا زوجاتهم، خسروا دينهم، خسروا مالهم، في ناس ضاع عمرهم هيك. انا اعرف ناس عايشين في الامارات بدهم اوروبا يطلعون، والله كثير ناس، وكثير كان ناس يتواصلوا معي من اوروبا، من الامارات ومن قطر ومن دول الخليج. انا رايي خلينا نقرا، في اشياء لو عملنا المستحيل الحصول عليه لن تحصل اذا قدر الله. صح كلام 100%. هنفاجئكم بس المنظر هون كيف. انا اعرف ناس، انا رايي هذا اقدار مكتوبه، اقدار، بس احنا عندنا حريه الاختيار، عم نحكي تجربتنا. السعي للتطوير وضعه ثم رضي من قسم الله. تحديات كثير صعبة بالغرب في الوقت الحالي أكيد. اللي ما بينصح الناس يجي على أوروبا قريناها. خلينا نقرأ تعليقات. وانت كيف لقيت تجربتك من أوروبا؟ والله سؤال جميل ورائع جدا. والله يشوف التجربة بالحياة مو غلط الإنسان يجرب، بس إذا هو كان يعني وضعه بسمح أنه يجرب. يعني أنا يمكن وضعي كان يسمح أنه يجرب، يعني أنا على سبيل المثال ممكن يكون راتبي مش هالراتب اللي خايف أخسره كتير تمام، وتوفرت لي فرصة أني أنا أجيب فيزا. يعني شوفوا في تجربة عن تجربة بتختلف. يعني أنت ممكن تكون عايش دول الخليج، صح لك فيزا زيارة أو سياحة تقدر تيجي، أنت مش دافع آلاف الدولارات زي أخواننا من العراق اللي سافروا ودفعوا 10,000 دولار، أو أخواننا من سوريا اللي إجوا سافروا ودفعوا آلاف الدولارات. فأنا صحت لي فيزا وعندي إجازة مدرسة، وكان الراتب كلياته بيجيش 400 دولار، فمو هالإشي الكبير اللي كنت خايف عليه أني أخسره تمام. لكن واحد بيشتغل بالإمارات أو بقطر أو بالبحرين بأخذ 4,000-5,000 دولار ولا 3,000 دولار، وبدي يجي لساته وبدي يجيب زوجته وأولاده اللي متعودين على حياة معينة وروتين معين، وبدي يجي غامر للغرب. ممكن يجي زيارة، أنا هدول الأشخاص اللي بيقدروا يأخذوا فيزا منصحهم يجوا زيارة بالدرجة الأولى، تعالوا حط فيزا
وتعال زيارة. مو غلط، بس الشخص اللي جاييني من سوريا ولا من تركيا وبده يحط لي 10,000 دولار للمهربين ويتمرط بالطرق ويتمرط بالبحر وبتركيا وممكن يتورط ويدخل سجون، وهل تستحق التجربة انه تخسر انت 10,000 دولار وتخسر حياتك على الطريق من اجل الوصول الى هدف غير واضح؟ هل تستحق؟ يعني هسه الاقامات صارت موضوعها صعب جدا، زمان كانت اوكي والله اقول لك ممكن تستحق اقامة دائمة، يعني اول ما تيجي على السويد انا كانت واصلوا معي حتى من البرازيل ومن امريكا، في ناس اجت من امريكا، في ناس تركت امريكا لما سمعت ان السويد تعطي اقامات دائمة. هلا ما في اقامات دائمة الا بعد عناء السنين، ولازم انت تتعب على نفسك ولازم تشتغل عشان تحصل على الإقامة الدائمة، وممكن تقعد 4 سنين ممكن 5 سنين، وإذا ما عندكش عقود عمل ممكن يظلهم يجددوا لك مؤقت وممكن تنرفض. فواحد جاي عمره 50 سنة أو 60 سنة قادر إنه هو يشتغل ويقعد ويراكض بعد الإقامة المؤقتة، وكمان هلا قاعدين يصعبوا القوانين يدخلوا عليها اللغة، وفي ناس مش قادرة تتعلم اللغة، فما بعرف كل واحد حسب أنت شو شايفها. إذا شايفها تستحق يا أخي انصح اللي بدك إياه، بس أقدم له الدلائل وبراهين. رب لا تستحق المخاطرة. وبعدين يعني هل تعتقد أنه أنت رح تغنى؟ يعني أوروبا والله يا إخواني الكرام الطايح رايح، يعني هاي نصرنا بيجي 15 سنة والله يا إخواني الكرام. الحمد لله نشكر رب العالمين، احنا ما بننكر فضل رب العالمين، بس والله يا إخواني الكرام كتوفير أوروبا صعبة جدا، إلا إذا اشتغل الزوج والزوجة مع بعض وكانوا متفاهمين، وهاي حالة نادرة انه اثنين، هاي بدي احكي لكم اياها فيس تو فيس، انك تلاقي يا اخوان الكرام والله ممكن اكثر اسباب الطلاق في اوروبا المصاري. المرة بس تبلش تشتغل تصير تقول لك وقف، اقول لك مش بس تبلش تشتغل، بس يبلش ينزلها الراتب تبع السوسيال او الراتب تبع الدولة، والله اسمع قصص كثيرة انه تقول له وقف هذا الكرت الي، هدول مصرية. حتى في منهم والله وصلتني قصص، حتى في نساء يرفضوا ان يصرفوا من مصاريهم على البيت، تقول له انت مش الرجال يلا اصرف. والله اكثر حالات الطلاق بين الازواج في اوروبا بسبب الراتب والمساعدات، وهاي هي المشكلة الكبيرة. يعني بطل يقدر يكفي راتب الرجل بالذات اذا كان عايش في مدينة زي ستوكهولم والمدن الكبيرة يوتوبوري مالمو، يعني 20,000 هلا يلا يلا يكفوا اللي رات اللي أجار بيته، اللي عنده 4 أولاد أو 3 أولاد وأجار بيته 10-12-13,000 اللي يدفع كهرباء اللي يدفع مواصلات للشغل، وإذا عنده سيارة بده 3-4,000 كرون للسيارة، وبده يلبس الأولاد وبده أكل وبده شرب وبده يطلع يتفسح، هاي سفينة. فللأسف أكثر المشاكل والله أكثر القصص الطلاق قاعدة بتصير غير الأولاد المصاري. المصاري كثير كثير وصلتني قصص والله بحكي معكم بكل صدق وكل واقعية، إنه بتصير المشاكل على الطالع والنازل، أنا اشتريت هدول وأنت اشتريت هدول، وأنت تقاسم وأنا بدفع وأنت بتدفعش، وأنا جبت 2,000 كرون وأنت أخذت البوستات بدراج وأنت أخذت البارن بدراج، حتى صاروا يا أخوان الكرام يقسموا بناتهم مساعدات الأطفال عشان هيك صارت توصل المشاكل هاي لدائرة السوسيال، وتوصل هاي المشاكل للحكومة وتصير عليهم مشاكل مع السوسيال. والله أكثر المشاكل، شوف أقول لكم المشاكل باختصار وأنتوا عاد حرين، المشاكل بين الأزواج في أوروبا باختصار، يا واحدة منهم بسبب الجنس ممكن مش متفاهمين على قضايا الجنس، في مشاكل في غرف النوم، مشكلة المصاري ومشكلة الأولاد ومشكلة العلاقات مع الأهل مع الجيران مع المجتمع، اللبس تلبسيش هيك تسويش هيك، تربية الأولاد، هدول تقريبا تقدروا تحصروا المشاكل في هدول. يعني في أشياء أخرى بس إيش يعني خلينا نحصر الموضوع بهدول، في الغيبة في النميمة في الحسد في القصص في كلام الجيران والحارة والحي والدواوين والإقامات، وفلانة أخذت إقامة وفلانة حكت علينا وفلان إلى آخره، كل شيء بالنص بالنص.
نص القلب رسمت له وعلى الورقة كتبت له. ما في هيك، ما في هيك شيء. والله صعب صعب. تفاهم أهم شيء، التفاهم، وهي المشكلة، يصير في تفاهم، هاي شغلة مهمة جدا. احنا خلينا نرجع لأنه قربت شوي هيك نص ساعة بتعتم، فرجيكم المناظر والجو هنا كيف. أكثر المشاكل يا إخواني الكرام بكل صراحة وكل صدق، واكتبوا لنا إذا أنتم شايفين في مصادر للمشاكل أخرى والحلول، بدنا ندور على حلول. أكثر المشاكل في العرب في الغرب مصادرها أولا الماء، طبعا الأولاد والمال والجنس والعلاقات، حرية مش حرية، والله بدناش نحكي مع حد، والله لبستي ألبس هيك ولا ما ألبسش هيك، وحط مكياج وميك اب، والجيران وما يعني، ونحكي واحد اجتماعي واحد مش اجتماعي. تخيل انت زوج اجتماعي بتحب الناس، بتحب العلاقات، بتحب المشي، بتحب الطلعات، زوجتك انعزالية انطوائية، تقولك لا ما بديش اشوف حدا ولا تجيب لي ناس ولا بدي اتعرف على ناس، او زوجة متجوزة واحد كحتوت وهي كريمة بدها تضلها تصرف. في شغلات اخرى يعني، عوامل اخرى في الشخصية تلعب دور كبير، يعني انه طبيعة الزوج وطبيعة الزوجة. ممكن واحد بخيل، واحد كريم، واحد اجتماعي، واحد مش اجتماعي، واحد متعلم، واحد غير متعلم، دائما بصير ينظر للتاني انت بتفهمش وانا بفهم اكتر منك وانا بعرف اكتر منك. خلينا نقرأ، لازم نعمل جروب مشي. والله انا جاهز، انا ماشي ومشيت وانا ماشي. الله يسعدك، وين الله، انت بتجيب تفاؤل، والله بفوت مكتئبة لما بحضر البث بس حس في امل تفرح. اهلا وسهلا بالجميع. سؤال اخوي، شو ارخص خطوط طيران ضمن اوروبا؟ رين اير، ويز اير، بنت الاصل وابن الاصل. والله كتير سمعنا عن بنت الاصل وبنت الاصل وابن الاصل، هدول صاروا في قوائم ما بعرف. خلينا نكون واقعيين يا اخوان الكرام، كثير بنسمع هاي العبارات. طب احكوا لي هسه، طب لو بدي اسال سؤال ممكن اسال هذا السؤال، بدي اسال هالسؤال للموجودين معنا، ان كانوا نساء ولا رجال بس متزوجين، كم واحد معنا متزوج يرفع ايده؟ بدي اسالكم سؤال وتجاوبوني عليه بصدق، بس اذا لفيتوا ودرتوا، ما هو المشكله السؤال محرج والجواب محرج، فخايف انه اسال السؤال ويسوي مشاكل. بس خلينا نساله بشكل عام يعني، معلش بس اعرف انه في حدا معنا، كم واحد معنا من المتزوجين وعندهم اطفال؟ كم واحد معنا من المتزوجين وعندهم اطفال؟ تمام، بدي تجاوبني بكل صراحه بكل صراحه بكل صراحه، انت من خلال حياتك كم واحد شفته سعيد في حياته الزوجيه؟ كم واحد، كم واحد من الحواليك قال لك والله انا سعيد هيك جدا؟ هيك يجي يحكي لك زي كيف واحد راح على سويسرا او راح على تركيا وبس شافك قال لك شو تركيا شو سويسرا شو انتر، لكن والله بتجنن وقاعد يحكي لك هيك بطريقه المتشوق الشغوف. للاسف للاسف انا بحكي لكم من اكثر الناس اللي شفتهم من حوالي، ما بعرف، للاسف في عندنا مشكله في مهارات الزواج في حياتنا الزوجيه، انه قليل قليل ما تقعد مع شخص ما بيشتكي من زوجته او من بيشتكي من الاولاد او بيشتكي، لانه للاسف احنا بنتزوج خبط لزق، ما عندنا مهارات في الحياه الزوجيه، ولا قرينا عن الحياه الزوجيه، ولا قرينا عن تربيه الاولاد. اكثر المتزوجين تعساء، احنا ما بدنا نحكي انه ما تتزوجوا، والله الزواج حلو ونعمه كبيره، زي اللي جاي على الغرب على العمى، لا بده يتعلم لغه ولا بده يمشي على قوانين البلد، وبده ينصب وبده يسرق وبده يلف وبده يدور. احنا تقريبا في موضوع الزواج هيك عندنا، نروح نطلع رخصه قياده ورخصه شاحنه ورخصه طياره، ولا نروح ناخذ لنا كورس في تربيه الاولاد، او المراه تعرف شو الرجل حاجات الرجل، او الرجل يعرف شو حاجات المراه. ممتاز، اذا في معنا حدا سعداء مع زوجاتهم او مع ازواجهم. انا بالنسبه لي والله من كثر ما بتفرج على الدكاتره الدكتور احمد هارون وغيره وغيره ما شاء الله، طبعا ما بنقدر نعمم، بس للاسف هذا نتيجه الجهل. يعني احنا زواج للاسف ممكن جوازنا على الشكل وعلى المال وعلى المركز، لانه ما اخذونا بقناعه وحب، بس لزق وفجاه لزق طب لزق. والله انا اللي شايفه نفس الشيء،
يعني بس تطلع على العيلة اللي حواليك بتلاقي أخوك قرفان بصر إيش، وعمك قرفان بصر مين. وبس ليش أنا بدي أجي حل ليش؟ لأنه للأسف ما في علم، ما في معرفة. يعني زواج هي عبارة عن زي ما تقول صار زي كيف روتين، زي الأكل والشرب، إنه لازم الواحد يتزوج. بس طب هسا السيارة بزبط أنت تروح تقعد بالسيارة بدون ما تعرف شو الجير، شو وظيفة الجير، وشو وظيفة ترمبات البنزين، وشو وظيفة البريك، وشو وظيفة، بنفعش، راح تعمل حوادث. أنا سعيد بحياتي والحمد لله، وكله رضا من رب العالمين. ممتاز. شو سبب السعادة؟ أسباب السعادة في تفاهم، في احترام، هذه بتلعب دور كبير. للأسف في بعض الناس بس يجي يتزوج بتلاقيه طول النهار نازل نقد بزوجته، أو الزوجة نقد بزوجها، بتفكر إنه طريقة النقد بتخلي الشخص يتغير، يعني إنه هي مش عاجبها سلوكيات تستخدم أسلوب النقد والمقارنة. شايف ابن عمك، شايف ابن خالك، شايف جارنا، ليش لبسك هيك، ليش واقف هيك، ليش ما بتشتغل، شوف الناس وين وصلوا، شوف إلى آخره. أو أنت ليش هيك شكلك، ليش بعدك لابس البجامة، ليش ما مزبطة حالك، ليش مش حاطة ميك اب، ليش مكترة، ليش مقللة. فأسلوب النقد هذا منفر. في تفاهم وحب، وأهم شيء في مخافة رب العالمين. هذه الكلمة رائعة، مخافة رب العالمين، جميل جدا. تقوى الله أهم شيء بين بعضهم. كلام 100%، كله بيشكي قول الحمد لله. أنا سعيد والحمد لله وراضي بما قسمه الله. أنا اللي شايف ولا واحد، لأنه ما اخترعنا، والله الإنسان بإيده. احنا دخلنا من موضوع لموضوع بس عشان نوصل لل، لأنه في أشياء في الحياة يا أخوان الكرام احنا إذا ما تعلمنا نوقع في أخطاء. يعني بقول لك الإنسان ليش بقع في أخطاء في هاي الحياة؟ بسبب نقص المعلومات أو خطأ في المعلومات. خلينا ننزل على البحر أهو. في نقص المعلومات، المودة والرحمة أساس العلاقات. كلام 100%، أهم شيء الرضا. والله أنا اللي شايفة، هنشوف نقرأ، رجعنا لنفس الأجوبة. يعني هلا بالنهاية شو بتنصحوا الشباب العربي اللي عايشين بالخليج؟ لو بلشنا بجماعة الخليج أو بجماعة، أو الناس اللي خايفة على أطفالها اللي عايشين بالسويد، أنتوا قاعدين تسمعوا قصص اللي بأخذوا أطفالهم والعائلات ومشاكل الأسرة، هل هاي يعني دافع أو رادع لك إنك تترك السويد؟ ولا إنه شايف الموضوع إنه أنت مسيطر عليه؟ والله بدون احترام ما في حياة، صح؟ أصلاً الإنسان اللي بيتعامل مع شخص بدون احترام بكون ما بحبه. يعني كيف أنت بدك تبرهن لي إنه أنت بتحبني وبنفس الوقت ما بتحترمني؟ يعني ما بتزبط، ما بتركب، صح ولا لا؟ طيب الأشخاص اللي قاعدين بالسويد هلأ، هاي قصص الأطفال وقصص حرق القرآن، أو خلينا نقول على قصص الأطفال، هل إنه أنت شاعر هذا الموضوع بعيد عنك ومسيطر عليه، ولا انه انت فعلا خايف منه كتير؟ عندك طفل عمره سنة سنتين، او شاعر انت المدينة تبعتك فيها عنصرية وخايف، خايف انه انت تستمر في هاي البلد بسبب قضايا الاطفال؟ اذا حدا معنا خايف، هاي الكلاب، هاي جينا خايف، جينا الكلاب يلعبوا مبسوطين، والله ما شاء الله منطلقين. خلينا نروح يا عمي لبعدين يهرهرون هدول الكلبين، جماعتهم مبسوطين عليهم. هي خلاص راح ندخل جوا الغابة. هي شنا، احكوا لنا يا اخوان الكرام. لا والله في خوف وضغط دائم، والله اللي عندهم اطفال عمرهم سنتين وثلاثة وهيك شيء بدك تدير بالك. وانا نصيحة لوجه الله تعالى، الموضوع مو سهل، في كلمات احذروا منها، في كلمات لا تستخدموها مع اطفالكم، في كلمات اسلوب التهديد ابتعدوا عنه. اذا ما بتعملش واذا ما بتسويش وضلكوا تربطوا، الولد ترى بحكي، وممكن يستغلوه بعض المعلمين في الرسم، واذا شافوا الولد خويف، اذا شافوا الولد جبان. هلا احنا عطلوع، معلش اصبروا علينا، بدنا ناخذ نفس.
مو وقفت سحب الأطفال. شغلة أكبر هي قوانين جديدة بتكسر الظهر. القوانين قاعدة كل مالها للأسف تصير صعبة. الحمد لله أنا مدينتي ولا أحلى من هيك. وصار لي يا الله والله والله على شغلات زي هيك في المدن الصغيرة. الناس مضبضبة ومعروفة لبعض، عارفين بعض. وبعدين إغراءات الحياة مو زي المدن الكبيرة. يعني هسه وقتك على وسط المدينة، وسط مدينة ستوكهولم، بتشوف مثلا بنتك قاعدة بتشوف الصرعات وبتشوف لك هالبنات وهاللبس، صعب إنه تمسك حالها. بتصير بدها تلبس وبدها تعمل وبدها تسهر وبدها تروح. يطلع تشوف العجائب، بتشوف العجائب. فهي فتنة أكبر، المدن الكبيرة فتنة أكبر. مو سهل تربية الأولاد في المدن الكبيرة. اللايف بيعلق كتير لأنه المشكلة المنطقة. هلا احنا طالعين من المنطقة هاي رايحين على منطقة تانية. نطلع من بين هالشجر وبين هالورود. معلش هي المنطقة هون شوي فيها عشان فيها طبيعة هيك طلوع ونزول وقصص، ففيها صعوبة. شوف هالبلكونة هاي الجعدة هون مو طبيعية. شو رأيكم بهالإطلالة؟ فموضوع تربية الأولاد بده مهارات، تربية موضوع السفر بده لغة، بده علاقات، بده شخصية. مو سهل، يعني مو أي واحد بينجح بالغرب، مو أي واحد بينجح بالزواج. بعدين أنا يعني نوعا ما بدي أحكي لكم قناعة. أكثر الأشياء في هاي الحياة اللي بتسعدك هي ممكن أكثر الأشياء اللي هي بتسم بدنك. يعني هسا أنت لو أكثر الأشياء بالحياة بتسعدك المصاري، إذا خسرت المصاري أكثر شغلة راح تسم بدنك. ببيعوا البيت؟ والله ما بعرف، ممكن. فإذا أنت أكثر الأشياء في هاي الحياة يسعدك بالخوف، عايش خايف تموت يعني هذا. فأكثر الأشياء اللي بالحياة بتتعلق فيها هي 21 وواحد قرب يصير 19 وواحد 11 3. فالخوف عندنا شوي، ها ام ال 11 هذول الصغار لسه. ما عم تفهموا شيء؟ لا ان شاء الله هلا ما بيعلق. خلص خرجنا عن منطقة التعليق، هلا هون ما بيعلق. والله حكيت عن اكثر الاشياء اللي بنتعلق فيها بالحياة هي يا سبب تعاستنا يا سبب سعادتنا. فاللي متعلق كتير بالمال والمصاري وبده مصاري، إذا خسر المال حياته بتنقلب رأسا على عقب. الإنسان متعلق بال مدمن على الانترنت وعلى الألعاب رأسا على عقب. الإنسان متعلق بال مدمن على الانترنت وعلى الألعاب، تحرمه أو يضيع موبايله بتلاقيه بنجن. فكل إشي بهاي الحياة متعلق فيه. كبار والله الحمد لله كبار. خلاص احنا شوي تعدينا شوي الخطورة، لسه ضلت من 11. والله الشغلة مو سهلة للجماعة اللي عندهم أطفال صغار، بدك تعرفوا شو تحكوا. يعني أنا بقولكم يا إخوان الكرام، الموضوع تربية الأولاد مو سهل. لأنه أنت ممكن تكون إنسان فاهم واعي، ممكن زوجتك العكس، ممكن هي تكون للأسف عصبية، فبتنقلب الموضوع لكارثة. يعني هون ما في الموضوع والله في رحمة ورأفة، والله أنا شايف ما في. فأي تهاون من الطرفين في هذا الموضوع يؤدي إلى كارثة، وبعدين بتصير طوشة ولوشة بين الزوجين. أنت السبب، أنت السبب، أنت السبب. بعدين بأخذوا الباقيين، بعدين بتطلقوا، بنرموا الباقيين بالسجن، أو بتركوا البلد، أو بقضوا حياتهم بالمحاكم والمظاهرات.
لما جيت على السويد كان ابني عمره 5 سنوات وبنتي كان عمرها 4 سنوات والصغيرة كانت مش مولودة. أنا صار لي 15 سنة بالسويد، فابني كان عمره 5 سنين وبنتي كان عمرها تقريبا 4 وشوي والصغيرة كانت مش مولودة. مشان هيك عم أتانا لاختيار شريكة الحياة. الله يخليك ويخليكم جميعا إخواني الكرام. هلا بطل يعلق ولا بعده بعلق؟ الساعة كم صارت؟ أوف، الساعة قرب تصير 9. ننتظر مشاركاتكم إخواني الكرام. احنا حكينا عن موضوع السفر الى العيشة في السويد، انه هلا العيشة نوعا ما صارت اصعب من الاول، صعوبة الاقامات، صعوبة الطقس، انخفاض العملة، يعني من الاشياء المتغيرات هاي بكيفي ولا مش بكيفك، يعني هاي ما فيها وجهات نظر. طقس السويد زي ما هو، ما ممكن يصير اسوأ ممكن يصير، بس انه هو نوعا ما زي ما هو، يعني في شغلات مسلمات ما بنقدر نغيرها. والله تقول لي والله نقعد نضلنا ندردش بموضوع طقس السويد، اذا انت جاي وبتدور على بلد طقسها حلو، حلو بالنسبة لك يعني شو؟ يعني واحد ممكن بالنسبة لطقس السويد حلو مطر وتلج وبحب هاي الشغلات، بس انت شو بتدور على طقس؟ بدك تدور على طقس ايطاليا او طقس اسبانيا او طقس تركيا؟ ما بنفع تلاقيه بالسويد ولا بالنرويج ولا بالدنمارك ولا حتى ببريطانيا. فاذا انت من الاشخاص اللي بحبوش المطر لا تيجي على السويد ولا تيجي على الدنمارك ولا حتى ألمانيا ولا حتى يمكن على، ممكن تزبط معك شوي شرق أوروبا بس مش دائما. يعني أوروبا إجمالا كلها فيها أمطار والطقس الماطر ماطر والتلوج تلوج وما فيها مزح. فإذا أنت بتحبش هاي الشغلات انسى الموضوع. كلامك إذا ما في تفاهم بين الزوجين بضيع كل شيء. كلام سليم. هلا بطل يعلق، كل شيء تمام. يا ريت تشيروا اللايف، وانا هاي اللايفات بحاول انزلكم اياها. للعلم اخوان الكرام، انا يمكن انا عندي فوق تقريبا 1000 فيديو على قناة اليوتيوب. ما بعرف زرتوا قناة اليوتيوب انتوا ولا بعدكم ما زرتوا ولا عملتوا لنا متابعة. طرحنا قضايا كثيرة في قناة اليوتيوب، كثير حكينا عن تربية الاولاد وقصة السوسيال والاطفال، وحكينا كثير عن الحياة في السويد وزرنا مدن كثيرة. في حدا فيكم زار قناة اليوتيوب؟ عملتونا متابعة، عملتونا مشاركة، دعمتونا على الأقل بهاي الشغلات عشان نستمر، ولا بعدين نختفي زي ما اختفينا على الفيسبوك؟ اليوم اتصل عليه صديق، مشان الله ترجع على الفيسبوك، والله افتقدناك، والله كنا نتسلى وانت راجع من الشغل تعملنا لايف، وانت رايح على الشغل كنت تغير مزاجنا، كنت نشعر انه معك. عرفتنا على مناطق ستوكهولم، عرفتنا على اسكندنافيا مال، عرفت قاعد يسولف لي عن الاشياء. والله انا غيرت فكرتي عن الحياه بالسويد، انا كنت يأسان، كنت مكتئب، والله اعطاني جرعه دعم قويه. يعني لما تلاقي شخص بتابعك من سنوات على الصامت ويفتقدك، فاحنا موجودين عشان هاي الطاقه الايجابيه ونشر التاثير في المجتمع الايجابي. في حدا دخل على قناة اليوتيوب عرب السويد ولا مالكو دخل؟ على فكرة القناة موجودة يعني فوق عندكم، الانستغرام موجود، ادخلوا على البايو، بايو والماء، لا المايو لا، شهر 5 شهر مايو. في حدا دخل على قناة اليوتيوب؟ ادعمونا على قناة اليوتيوب، ادعمونا على الانستغرام عشان الصفحة تكبر وعشان يوصل ونطرح مواضيع أكثر. اكتبوا لنا اقتراح شو المرة الجاية عن ايش نحكي. احنا اليوم حكينا عن العيش بالسويد وحكينا شوي عن موضوع الزواج والاطفال، فضروري جدا اللي بفكروا يتزوجوا ياخذوا بعض المفاهيم عن تربية الاولاد، تفهم طريقة تفكير المرأة كمان، او المرأة تفهم طريقة تفكير الرجل. يعني انا ما بعرف شخص مقدم على الزواج بس هو مركز على الشكل ومركز على الشهوة ومركز على الجنس ومركز على البوسة، وبعد ما
وبعد ما ياخذ له كم من بوسه بصير بده يطلع من الدار، بده يهرب، بصير يشتكي ليش لابسه هيك وليش تنورتك هيك وليش كنت بالاول تلبسي، وين الطبيخ وين الاكل، ومنقضيها بنبلش بالمعاناه. اول اسبوع او اول شهر حلوين، وبعدين بتبلش طوشه ولوشه. احكي عن الايجابيات، الحجاب شو رايك فيه؟ حجاب ممتاز، شو ماله الحجاب؟ هذا شغل الدين وشرع، ما فيه راي، يعني لانه الحجاب بالسويد عادي، الحجاب هنا عادي، ما في اي مشكله، الناس عادي متحجبه، وفي كثير الناس بيشتغلوا ومحجبات، ما مشكله كثير. وحسب المدن، يعني لقيت كثير محجبات في مدينه هلسنبوري وعايشين حياه طبيعيه جدا. الايجابيات في السويد، يعني في ايجابيات اكيد، بلد نظيف، دراسه في مجانيه، اللي بده يدرس بده يطور من حاله، دراسه مجانيه، نوعا ما امان، بس بالرغم انه بالفترات الاخيره زادت قصه الجرائم وزادت قصه المراهقين وادمان المخدرات في المدن الكبيره، بس المدن الصغيره يمكن ما فيها هالجرائم، بس احنا عندنا زادت اقتحام محلات الذهب ومحلات الذهب والسرقات نوعا ما زادت، بس بشكل عام انه امن من كثير من الدول الاوروبيه. كان في سهوله في موضوع الجنسيات، هلا شوي صار اصعب، بس كانت بالاول هاي ايجابيه كبيره من الايجابيات الكبرى للسويد، انه كان انت ما دام اخذت اقامه اللجوء خلص انت باعتبار وصلت للجنسيه، 4-5 سنين بتاخذ الجنسيه، واذا كنت متجوز واحده سويديه 3 سنين بتاخذ الجنسيه، بس هلا ما بعرف شوي الشروط تغيرت. هذا انا اذا هم متفقين، اذا هو طيب كيف راح يتفقوا على الاولاد وتربيه الاولاد؟ والله هاي كارثه، اذا ما في اتفاق ما في احترام دخلنا في وقعنا بالفخ، اذا ما في احترام ما في حياه خلاص. صار في نظام مخابراتي، الحياه الاسريه هاي المخابراتيه، وين رحت وين اجيت وشو عملت اليوم، انا هاي بكرهها، بشعر حالي عايش زي بمعتقل، كل واحد فينا بدور على الثاني شو عمل وين راح وين اجا، خلينا نروح من هاي الجهة احسن. فللأسف بعض الأسر عايشة بنظام المخابرات. ايش الهضف، مش فاهم شو الكلمة اللي كتبتها. فبعض الأسر للأسف بتلاقيه عايش مع زوجته بده يهرب زي العايش في معتقل. والله يا اخواني الكرام، للاسف في مصطلح منتشر، بدنا نحكي بهسه موضوع مهم كثير قبل ما نروح، قبل ما نوصل على الدار، وهذا الموضوع بهم كثير اخواتنا وبناتنا العرب ونسائنا العربيات. خليكم تركزوا معي، انا بعرف انه ممكن هلا في منهم يزعلوا، كثير منتشر في مواقع الانترنت للاسف فكره انه الرجل، المجتمعات العربيه مجتمعات ذكوريه، وبحاولوا يلصقوا لهاي المفهوم تهم انه الرجل العربي اناني والرجل العربي نرجسي والرجل، وبعض المصطلحات اللي بعض النساء صاروا ينشروها في مواقع الانترنت عشان يلزقوا التهم كلها بالرجل العربي. يعني اي مشكله بصير يقول لك ما هو الرجل العربي ذكوري، ما هو الرجل العربي نرجسي. حتى بعض الدكاترة قال لك يا رجال والله زهقت من كثر ما وصلني، صاروا النساء العربيات يقعدوا يحللوا محللات نفسيات لأزواجهم، صارت تقول لك أنا رجل زوجي نرجسي، وبتقعد تحكي لك مواصفات الرجل النرجسي، وإحنا مجتمعات ذكورية. طيب بدنا هسا نعيد الصياغة، بدنا نعيد الصياغة ونسأل، من الذي يربي الرجل العربي؟ مين الرباك؟ مش مرأة امك؟ طب امك شو؟ امك امرأة. اذا مين اللي زرع في ذهنك الافكار والمفاهيم وطريقة التعامل؟ امرأة. اذا في خطأ في طريقة التربية، اذا المسؤولية معظمها لو تيجي تسأل اي مربي، اكثر شخص يجلس مع الطفل بحضنه بعبطه بجربه حليب بقعد معه من الصبح لليل بحبل فيه، ولا صاروا رجال كمان يحبلوا، المرأة. فالرجل هو صناعة المرأة،
إذا أنتم بدك تضلكم تحكوا عن الرجل العربي ذكوري، إذا في خطأ في تربية المرأة العربية. خلص علموا أولادكم على أنه يصير مش ذكوري، يصير رجل، يصير إنسان محترم يحترم زوجته. أما أنتم مخدين لبعض المصطلحات من المسلسلات، وبعض النساء الكارهات للرجل، وبعض النساء اللي بدي يشوهوا سمعة الزواج وقاعدين تنشروهم، صارت المعادلة فيها غلط، صح ولا لا؟ فهي المرأة هي اللي بتربي. أنا مين ربتني؟ أمي. أنا مين اللي زرع في مفاهيم الخير والحب والإنسانية وحب الناس وساعد الناس ووقف مع أخوانك والتعاون والمحبة وتدرس وتتثقف وتتعلم؟ والدتي. فإذا كل واحدة بدها تقعد تحكي لك المجتمع العربي ذكوري، يعني في خطأ في التربية. والتربية في الأغلب احنا بنتربى من وراء إمهاتنا. الآباء العرب للأسف معظم الآباء العرب مشغولين، بتلاقيه بركض بركض طول النهار. يعني أنا كنت في الأردن، كل أخواني بتلاقيه بروح بهالليل حضروا لي العشاء، تمام، بتلاقيه بيجي بقعد وبتعشوا وبعدين بتهوش، تقعد الأم تشتكي، شفت محمد شو عمل اليوم؟ يعني الأبو المحاسب، الأبو هو المحاسب والمحامي والقاضي والجلاد. يعني الأم بتلاقيها طول النهار مجلوطة من ابنك اللي مجنن الجيران، ومجلوطة من بنتك اللي بتجنن إخوانها، تستنى أبوهم بس يروح من الشغل بتقول له تفضل خذ أولادك استلم، هذا هيك وهذا هيك. وبيبلش الأبو يا بتعشى يا بقلب الصينية عليهم يا بضربهم يا بنكد عليهم. عشان هيك حتى احنا عنا في دولنا العربية كثير منا يكره أبائهم، نسبة كبيرة منا بتلاقي لك بقول لك أنا تربيت بالضرب، بجدول الضرب، صح ولا لا؟ أكثرنا أنا بحكي لكم على الجيل تبعي، والله كنا نأكل كتلة بالمدرسة آسفين وبالبيت، يجي المعلم يتصل المدرسة، والله ابنكم مش حافظ المحفوظات، تعال كتلة بالبيت، ضرب، بكوس. أكثر الجيل القديم تبعنا تربينا بالبكوس. طبعا الأم نادرة ما تضرب، كل صراحة ما بعرف، في أمهات شاطرين بالحفايات، في أمهات شاطرين حفايات وصنادل وشغلات اللي زي هيك وشد الشعر. أكثر طريقة الضرب، طريقة الضرب الأمهات بتلاقيها بتكيف على بناتها اللي عندهم جداديل، تعالي من الجدولة ولك يا بنتي يا بنت العرس، هيك بصير تقولها، بصير تسب على أبوهم. الأم بس تصير تضرب أولادها بتسب على أبوهم، الله يلعن أبوك وعلي خلفك وعلي رباك وعلي جابك، صح ولا لا؟ وبتصير تضرب في البنات أو الأولاد، هاي الضربات وشد الشعر والحفايات الطائرة والزنوبة، كان عندنا أيام الزنوبة بتلاقي طائرة على وجه الواحد، ويما ويا يما مش أنا ومش أنا، خلنا ندخل على الروضة، ما فينا أحكي بالموضوع لأنه تربيت بطريقة شوي مخالفة، كل واحد أسلوب. أنا والله بالنسبة لي كان أبوي متوفي، أنا ما أكلت كتل ممكن من أبوي، لأنه أنا أبوي توفى وعمري 3 سنين، والدتي مو ذاكر أنه كانت تضربني. أنا أخواني الكبار، أخواني كانوا، أنا أصغر واحد، فكان أخوي الكبير ملاكم، إذا بتجيب كمال تأكل لك 5 بكوس وكمان بصر كم شلوت وكم الله أعلم وعد. فكان الوالد عندي متوفي، ما لحقنا، احنا ما عشنا السلطة الأبوية، أبوي متوفي كان ونحن صغار، بس أكثر الجيران والجارات والحارة الحي اللي احنا عايشين فيه كانت هيك الطريقة، سكرين الأبواب ولا فتحين، هنمر من المدرسة، الله يرحمه يا رب يرحمنا جميعا. فالإمهات كانوا لما يضربوا الأولاد زي هيك، تمسك الأم البنت وتبلقيها تشد شعراتها، تضربها بحفاي، تقرصها القرص، أكثر أدوات الضرب عند النساء القرص، تمسك إيدها تقرص أو العض، في أنواع كل واحدة مختصة بشيء معين، في نساء بيحبوا العض، في نساء بيحبوا القرص والكشاط، الكشاطات أيام الكشاط، يعني في منا أكلنا ضرب، بس إنه هاي كانت إمكانياتهم أيام زمان، هاي إمكانياتهم. هلا العلم انتشر بشكل كبير، يعني هلا ادخل على اليوتيوب حط
أي مشكلة بتعاني فيها مع أولادك، مثلا ابني عصبي، اكتب على العصبية كيف علاج مشكلة العصبية أو مشكلة الخوف عند الأطفال. بتلاقي حلول، بتلاقي عدة حلول، بتلاقي عدة دكاترة. ادخل على اليوتيوب، والله اليوتيوب صار يعني تقدر تستفيد منه كتير. اليوتيوب معلم، تقدر تتعلم منه، تقدر تقضيها مسلسلات. فاليوتيوب أنا بشوف من أكثر وأسهل الوسائل للتعلم. أي مجال، أي مجال حدك تتعلمه اليوتيوب بيعلمك. مش طبعا يوتيوب كيوتيوب، الأشخاص، في أشخاص مختصين. يعني حط طرق تربية الأطفال مثلا في الإسلام، بتلاقي لك دكاترة أشكال وألوان. حط مشاكل الخوف والأطفال، مشاكل النوم الأطفال، مشاكل العصبية والأطفال، بتلاقي حلول كتيرة. الرجل بعطي الأمان للمرأة، والمرأة إذا مو حاصل على الأمان والاستقرار بتفش غلها بالولد. كلام سليم يعني، في منه طبعا. الأمان، الأغلب المرأة تبحث عن الأمان عند الرجل، صح. الأمان، والأمان المادي للأسف هذا حقيقة. وبس هون بأوروبا بصير تقول لك شو اسمه، كل شيء بالنص، بس توصل عند المصاري تقول لك لا هاي مش بالنص. بس تطلع رحلة بتقول لك لا هاي حسابك، بس تروح على مطعم تقول لك هاي حسابك، باقي الشغلات تقول لك عن النص. المصاري تبعت الدولة على النص، بس لما يكون في دفع بتقول لك لا هاي هدول على الرجل، صح ولا لا اخواني الكرام؟ هذا اللي بيصير. بتصير تقول لك مش احنا هون النص بالنص، عايشين في اوروبا النص بالنص، تمام يلا النص بالنص. بتروح على مطعم، طبعا احنا انا بحكي لكم يعني واقع كواقع. بتروح انت مثلا على مطعم ترضاش تخلي زوجتك تدفع. شغلات تانية كتير، تطلع رحلة مثلا على بلد معين، تصير تقول لك انت اشتري التذاكر، انت اعمل، انت سوي. الاسرة حلقة مغلقة، كل شخص يأثر على الاخر بألف دائرة. نعم كلام سليم. بس تعرفوا يا اخوان الكرام في مشكلة، هاي خلنا نحكي لكم اياها قبل ما نوصل على البيت. الرجال والنساء مختلفين. يعني ده وصلكم فكرة مهمة جدا، انه المرأة للأسف من المفهوم اللي عايشة بالغرب بدها الرجل يشاركها بكل اشي. كلام جميل، كلام جميل، المشاركة شغلة حلوة. في هنا مشكلة في الموضوع، انه الرجال مختلفين. كيف يعني مختلفين؟ يعني مثلا في رجل شغوف بالطبخ، بحب يطبخ، بحب ينظف البيت. في رجل والله لو تجيب مدفعية وتقول له رتب البيت والله مش مستعد يشيل بنطلونه أو قميصه. تيجي مرة بتقول له لا احنا عايشين في أوروبا الحياة مشاركة. طب هذا الرجل عقليته وطريقة تفكيره طول عمره متربي ببيت أهله ما يشيل بنطلونه، ما يكوي قميصه. كيف هاي بدها تخلي المرة تعامله بطريقة الاستفزاز وطريقة الهجوم، انه انت بدك تنظف زيي، وانت بدك تعمل زيي، وانت بدك ترتب زيي. ما بزبط. لازم المرة تعرف شو عقلية زوجها. يعني ممكن زوجك بحب يسوي حلويات، ممكن زوجك بحب يغسل. يعني ممكن تلاقي لك رجل هو هوايته بالبيت بس الغسيل، هو لحاله. فالمفروض ان المرأة الذكية، مش عشان النسوان الاخرين ازواجهم بطبخوا لهم او بنظفوا لهم البيوت او بجيبوا لهم ورد، تصير تقارن. هاي مشكلة المقارنة كارثة. مش كل الرجال تنطبق عليهم جميع المعادلات. يعني ممكن انت زوجك اوكي بنظف البيت بس نكدي نكد، او بكره اهلك، او لبسه مو حلو، او ما بعرف يحكي. يعني كل واحد فينا فيه نقص. فالمرأة بدها تكون ذكية، ما تجبري زوجك على انه هو يقوم في مهمات البيت اذا كان نوعية الرجل هذا بكره هاي المهمات. بكره في نوعية رجال. انا عندي اخو والله العظيم اذا بدخل على البيت بنطلونه بمسكه يمكن برميه، اجى على العلاقة اجى، ما اجاش ما اجاش، بس ايش بالمقابل كل اغراض البيت ما بنقصوا ابره. اولاده بناته باخدهم بطششهم بالسيارة، شو بدهم اكل، شو بدهم اغراض، شو بدهم حنية، شو بدهم حب. اما تقول له امسك قشاطة، امسك مساحة، ادخل على غرفة ضيوف، كنس، رتب، هاي انت زي كأنه دخلته في حكم الاعدام.
فلازم المرأة تستوعب هاي الفكرة وتفهم انه مش كل الرجال بحبوا ينظفوا. يعني احنا الرجل العربي تربى على مفهوم مهام البيت المرأة، احنا فاهمين ومقدرين وعارفين انه هنا في شغل برات البيت وشغل برات جوات البيت، بس يا اخوان الكرام لازم تفهم المرأة نوعية الرجل ونوعية تفكيره. خلينا نشوف شو كاتبين. فهاي مشكلة قاعدة بتوقع بين الطرفين، انه صاير شو صاير، انه المرأة بدها تضغط على الرجل، بدك تشتغل، بدك تنظف زيي، بدك تدفع زيي، بدك تسوي زيي، بدك تروح تشتري لبن، بدك تروح بصر ايش، بدك تروح على اجتماعات المدرسة، بدك. فالرجل بيشعر انه البيت صار زي القنبلة الموقوتة، صار عليه احكام كتيرة، صار عليه طلبات كتيرة، صار انا ما كنتش انظف، صار مطلوب مني انظف، انا ما كنتش اروح على مدارس ولا احضر اجتماعات، صرت بدي اروح احضر اجتماعات، انا بصر ايش، صار مطلوب مني ادفع فواتير، الرجل بيدفع كل الفواتير. نادرا ما تلاقي لك مرة، قليل نساء هم اللي بيدفعوا فواتير البيت، بده يلاحق فواتير البيت، فاتورة الكهرباء، فواتير التلفونات، موضوع دائرة الهجرة، وموضوع الإقامات، وموضوع بصر ايش الأولاد والسوسيال، ويتابع بصر ايش، ويتابع شؤون البيت وأجار البيت يعني صار عنده عبء. المرة بتفكر الرجل إذا قاعد صفن بحب، تقول لك هذا صافن، هذا بصر ايش عميم متعرف على الانترنت ودخل في علاقة حب، مش عارف إنه الرجل في حالات بسموها الدائرة المفرغة هاي، لا شيء، بتلاقيه ممكن ماسك الريموت وحاط وقاعد بتفرج على السقف. هي بتقول لك ايوه سارح، يعني داخل بس قصة او داخل في علاقة او داخل في موضوع. التعاون والحوار مهم جدا، اكيد، بس لازم نفهم نوعية الطرف الاخر. ما في تعاون بالاجبار، هذا اسمه صار مش تعاون، صار اكراه. هاي بتيجي ترجع لتقدير الشخص الاخر، في اشخاص بحبوا في اشخاص ما بحبوا، هاي الموضوع مش راضيين يستوعبوه بعض النساء، بتقول لك لا انا بتعب هو بده يتعب. طب صارت الموضوع بدك تجيب الطريقة المحببة له، لانه مش كل الرجال بتقبلوا مفهوم انه لازم تنظف، هاي لازم رح تخرب العلاقة بيناتكم، هاي لازم، كلمة لازم اللي بستخدموها بعض النساء، انا بتعب لازم هو بده يتعب زيي، فصارت هي بدها تستخدم اسلوب من الاساليب انه زي انا بخسر هو بده يخسر. وفي نساء شو بقول لك، والله إذا طلقنا أو صارت بيناتنا مشكلة زي ما خرب حياتي رح أخرب حياته. والله بعرف قضايا وبعرف أشخاص مقضين حياتهم بالمحاكم لأنه الزوجة بعد ما طلقها زوجها كان كرهان حياته بسبب المشاكل وتكرار المشاكل، إجت هي قالت لك أنا كمان بدي أسود عليه حياته، فهي مش إنه خرجت من الموضوع وخلص وقالت لك يا خلص له حياته ولي حياتي وخليني أبدأ، وخربوا حياة أطفالهم معهم وخربوا حياة أطفالهم، لأنه الموضوع كله بيرجع على الجميع، صارت مثل أولاد وروضة، مو هيك الحياة، فيها مرونة، تطبيق الفكرة خطأ رغم بدأها صح. كلام جميل 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 جمال، لازم نقدر ظروف البعض، صح، سبحان الله اللي قسم الإرادة الداخلية للمرأة والإرادة الخارجية للرجل. كلام جميل، الله يعين الرجل، الله يكون في عونه. التعاون والحوار، إذا المرأة تصرف على الرجل تهينه فيهم، صح، كلام سليم. ليش يا أخوان الكرام، عن جد المرأة بس تدفع مصاري أو تدفع فاتورة بالبيت أو تدفع إشي من أجار البيت بكون الرجل، خلينا نحكي هذا الموضوع مهم جدا، والله وصلت باب البيت ورجعت. ليه الرجل، أنا والله أتواصل معي بعض الرجال سنوات بتكون عايش مع زوجته صار له 10 سنين أو 15 سنة وبصرف عليها، وما مرة يمكن حكالها أنا بصرف وأنا بسوي، اجوا على السويد صار فترة عاطل على العمل. والله مرة تواصل معي رجل قال لي زوجتي بتقول لي، صاروا عايشين مع بسوريا مش عارف 13-14 سنة وعندهم أطفال، فهو فقد عمله. أعرف لحد الآن تقريبا شخصين نفس الحالة، إنه زوجتهم صارت تهددهم، قالت لهم إذا ما بتلاقوا شغل اطلعوا برات البيت. شوفوا للأسف هاي الحالات موجودة. ليش قلت لكم أنا من أسباب دمار الأسرة للأسف موضوع المال، التفاهم على المال في الغرب وخصوصا من قبل المرأة، لأنه للأسف طبعا هي الموضوع بيشمل الطرفين، لكن للأسف الرجل ممكن يصرف 20 سنة، المرأة بس يقصر الرجل بتقول له أنت ولا عمرك صرفت علي. مظبوط، المرأة بتتمن كتير لما تساعد أخواي، مو كل أصابع، أكيد مو كل أصابع زي بعض.
تعودي بتحس تقليل من قيمتها حسب المجتمع اللي كنت متربية فيه والعادات والتقاليد. كلام سليم. يعني هاي أساس المشاكل، إذا احنا تجنبناها منعيش حياة سعيدة. بس هات لك عاد اللي بفهم، هات لك عاد من الوعي. يلا بنكمل إن شاء الله في يوم آخر. إن شاء الله استمتعتوا معنا. شو رأيكم في الجولة العالمية؟ هنقعد هون شوي. شو رأيكم بالمواضيع اللي طرحناها اليوم؟ عجبتكم ما عجبتكم؟ حكونا هيك قبل ما نروح. هلا هاي إنه صرت ناطور الحارة قاعد هون. شو رأيكم بالمواضيع، كويسة ولا مو كويسة؟ وطبعا احنا بنحكي وجهات نظر، يعني انا ما بدي اقول لكم انه كلامي صح ولا كلامي غلط، احنا قاعدين نتعلم من بعض. احنا تعلمنا من بعض، هسا انا اخذت مفاهيم، اخذت افكار، استفدت منكم، انتم استفدتوا مني. شو رأيكم بهاي المواضيع؟ اذا عندكم اي اقتراحات لمواضيع قادمة، وانصحكم تزوروا قناتي على اليوتيوب عربي سويد. ان شاء الله استفدتوا، انا ما بجبرك على اي وجهة نظر، حر انت ولا اي نصيحة. الدين النصيحة، حر. بدك تنتصح انتصح، بدكاش تنتصح خليك ضعيف احسن لك. كل واحد حر في هاي الحياة، رب العالمين اعطانا الارادة والحرية، فانت مسؤول عن نفسك، انا مش مسؤول عنك، كل واحد فينا مسؤول عن حاله. مواضيع كل مجتمعاتنا نفس المشاكل، الواحد يتصرف على حسب معدنه واخلاقه. كلام 100%، كلام جميل. قناة اليوتيوب لا تنسوا تزوروها، قناة عرب سويد. يا ريت اذا حدا بيعرف الرابط تبعها ينشرها، اليوتيوب وقناة الانستغرام عرب سويدن كمان. وانا بقول لكم يعني انا دارس علم نفس وعلوم سياسية، وبحاول اني افيدكم من الاشياء اللي تعلمتها، وفي اشياء انا تعلمتها وما بطبقها. يعني لحد الاشياء زي في دكتور بتلاقيه ايش، دكتور وبدخن، يعني مو شرط، ممكن هو خلاص وقع فيها الشهوة، وقع فيها الادمان. فمش معناه انه كل واحد فينا قرأ مجال انه لازم يطبقه 100%. ممكن مرات شهوات الحياة تتغلب علينا، او شهوات النفس. سلامات يا طيب، زمان ما شفناك، اهلا وسهلا، انت جيت بالاخير، باب النجار مخلع. كلام سليم. يعني الانسان على قدر الامكان، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تفضلوا معنا على الدار، نكمل السهرة مع الاطفال والاطفيل، وليلة سعيدة، هاي حارتنا. خلينا نزوركم، بدنا نشوف بعض في مجال، نشوف بعض، حدا جاهز نشوفه؟ إذا حدا قريب منا وإشي بكرة بعده يخبرنا. إذا حدا قريب، حدا إشي، حدا عنده سفرة حاب نزوره، حاب يزورنا، أهلا وسهلا. أوكي، خلينا نشوف بعض، وليلة سعيدة على الجميع. راسلونا إذا حدا حاب يزورنا، حدا حاب نزوره، زوروني كل سنة مرة، حرام تنسونا بالمرة. إن شاء الله نجيك على فيسترس، والله أنا مش ناسيك، بس مع عطلة الأولاد في شوي بتعرف مقدرش الواحد يضحي بنص اليوم كل اليوم. فإذا حدا حاب يزورنا على ستوكهولم، حيا الله، نعملكم جولة عالمية، حدائق، مدائق، شوارع، صياعة، قصدي يعني مناطق حلوة إن شاء الله تعجبكم. ليلة سعيدة، وأهلا وسهلا بكم في ستوكهولم. يعني إذا بتفكر تمشي بستوكهولم، يمكن رقم واحد في جولات المشي في ستوكهولم، ففرصتك، فرصتك ولا تضيعها. تصبحوا على خير، ليلة سعيدة، في أمان الله، باي باي.